حمودي يا حمود. تعال يا حمودي. حبيبي انت حبيبي حمودة. حبيبي حمودة. ها اذا حمودة تخربها روحوا ثاني هناك بقى نحطها نجوعكم بقى يلا روح يلا روح انا زي وين شنو تركيا؟ ها؟ يا مجي ها؟ لا حمودي شاب تركيا ده تعبان. اليوم جينا من تركيا على المخيم على الشمال السوري. محمد كان اخذنا على تركيا بدون اطراف، حاليا الحمد لله الحكومة التركية ركبنا له طرف تدريبي. ان شاء الله في الأيام المقبلة كمان نرجع لتركيا نكفي العلاج إن شاء الله. نتشكر الحكومة التركية ومنظمة آفاد ومنظمة الأناضول التركية على مساعدتهم لمحمد. نتشكر أمين أردوغان استضافتنا عند البيت، نتشكر جزيل الشكر. و الأتراك هناك يعني عملونا معاملة يعني جيدة جدا، يعني كانوا أهل لنا هناك، يعني الله يجزاهم الخير يا رب. كيف فرصات حياة محمد بعد ما رجعت على المخيمات من جديد؟ طبعا بدأت تتغير، يعني تغير شوية حياة محمد. يعني حاليا ركبنا له طرف تدريبي، إن شاء الله بعدين بالأيام المقبلة إن شاء الله نركب له الطرف ويصير إن شاء الله يمشي. وحاليا هيك الأطفال اللي من شافوه طرف صاروا يعني يلعبوا معاه واختلف يعني عن قبل. يعني بتمنى إن شاء الله إنه بالأيام المقبلة إن شاء الله نكفي إنه علاج إن شاء الله لمحمد، ويرجع محمد إن شاء الله إنه يمشي مثل باقي الأطفال. والشكر الجزير لمنظمة الأناضول التركية اللي هي ساهمت يعني انه بالاعلام انه وصلت الصوره للحكومه التركيه. شكرهم جزيل الشكر. اسمي كوثر العلي، والدة الطفل محمد. اليوم وصلنا من تركيا، هاي جايتنا اللي شوي وصلنا. شكر الحكومه التركيه واللي ساعدونا بالدخول لتركيا. أتشكر مرت الرئيس الطيب رجب أردوغان، السيدة الأولى أمينة، أتشكرها على الإنسانية وحسن المعاملة. استدعتنا لعندها على البيت وكانت معاملتها كثير كويسة، ووعدتنا أنها تساعدنا بالأيام الجاية إن شاء الله مشان محمد. وأتشكر يلي ساعدونا منظمة أفاد يلي ساعدتنا وما خلتنا نحتاج لشي، مصروف أكل كل شيء ما خلونا نحتاج شيء الحمد لله. كويس هلا معلم من خليك ده حزتك يا اخويا